أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم في برنامج إنجي والناس. النهاردة عندنا حوار شيق جدا مع دكتور إيهاب صفر. أهلا يا دكتور. أهلا بيك. زي حضرتك؟ الحمد لله. الحمد لله. النهاردة احنا عاوزين نتكلم عن الأسنان والتجميل، وهل في علاقة بين الأسنان والتجميل؟ يعني في الآونة الأخيرة دي احنا بنتكلم، كل الناس بتتكلم عن سمايل هوليود، يعني فهل في علاقة بين الأسنان والتجميل؟ علشان يعني أنا عاوز أعرف هل ممكن الأسنان تغير من شكل الشخص؟ بصي حضرتك، الجمال منظومة متكاملة بتبتدي من الوش وأولها الأسنان. أي يعني ممكن الأسنان تعبر عن شخصية أكيد حد؟ أكيد بتدي انطباع طبعا، يعني ممكن يبقى حد شكله جميل ويجي يبتسم يغير الانطباع دي كلها. تمام. طب انا بلاقي مثلا ناس جميله جدا، واحده حلوه قوي شكلها حلو، واول ما تتكلم او يعني بقها او سنانها تبان او لسه عندها تبان، الشكل ما بيبقاش حلو والشكل بيتغير. فانا عاوز اعرف درجه تاثير الاسنان في جمال الوجه ايه؟ بصي حضرتك، زي ما بقول لحضرتك، الوجه والاسنان منظومه متكامله. ممكن يكون حد جميل بس اسنانه مش حلوه. تمام. ممكن يكون بيضحك ضحكه لسويه، يعني يجي يضحك. أيوه. اللثه تبان. فتظبيط الاسنان مهم جدا عشان الابتسامه بتفرق كتير. تمام يا دكتور. طيب احنا دلوقتي بنتكلم عن سمايل هوليود. نعم. سمايل هوليود دلوقتي بقت حديث كل الناس. نعم. في يعني انا عاوزه اعرف كده، ممكن نعمل سمايل هوليود بانه طريقه؟ هل ليها انواع، ليها اشكال؟ اقول لحضرتك حاجه، هوليود سمايل دي الابتسامه. اوكي. تحقيق الابتسامه دي بتتم بكذا طريقه. ممكن عن طريق التقويم بالاسنان الطبيعيه. تقويم؟ واحد اسنانه معوجه، ممكن ارص له اسنانه بالتقويم اعمله هوليود سمايل. اوكي. تمام. ممكن عن طريق تركيب الفينيرز، ممكن عن طريق تركيب حاجات اسمها تركيبات اي ماكس وزيركون. كل حالة منفصلة. وكل مريض بيتم الكشف عليه بطريقة وبيتحدد له البلان بتاعته. من خلال وضع اسنانه اللي جوه، هل فيها تسويس كتير ما فيهاش تسويس كتير، اسنانه حلوة بس هو عايز يزود في جمالها. اوكي. اسنانه بايظة خالص عايز يغير شكلها تماما. اسنانه معوجة عايز يرصها. احنا بنعمل فوتو سيشن وبنعمل منظومة متكاملة لهوليود سمايل. أحلى ابتسامة ممكن يوصل لها إزاي؟ ممكن تيجي عن طريق الأسنان بس، ممكن تيجي منظومة متكاملة إن حد يعمل أسنانه هوليود سمايل وبعد كده يتجه إنه يكمل بالبوتوكس والفيلر. بالبوتوكس والفيلر في الأسنان؟ يعني دخلوا في تغيير الأسنان في الشكل؟ لا، أنا بتكلم إن ممكن حد يكون بيضحك ضحكة لسوية. بالنسبة للثة. تمام. فأسنانه تتعمل تبقى شكلها حلو، بس ستيل تبقى الابتسامه مش حلوه. يعني اللثه الباينه دي ممكن نعالجها؟ بتتعالج بكذا طريقه. إيه؟ يا اما البوتوكس والفيلر، يا اما بنعمل عمليه قص اللثه بالليزر. تمام. فهي كل حاله منفصله. مفيش حاله بتتعالج زي الثانيه. اهم حاجه الاول التشخيص والفوتو سيشن ووضع خطه ازاي توصلي باللي قدامك انه يكون سعيد ومبسوط بالابتسامه بتاعته اللي احنا هنعملها له. طيب دكتور، اللثه اللي هي بتبقى لونها غامق او لونها ازرق دي ليها علاج؟ لان هي بتبقى شكلها برضو مش حلو. اوكي. لون اللثه دوت بيبقى حاجه وراثيه احنا بنتولد بيها زي لون العينين. اوكي. تمام. الليزر طبعا عمل طفره في طب الاسنان في الفترات الاخيره. البيجمنتيشنز او التصبغات بتاعه اللثه اللي حضرتك بتقولي عليها دي بتتشال بالليزر. اوكي. احنا معانا صور يا دكتور، يعني دلوقتي الصوره دي، معلش ممكن تشرح لنا كل الصوره دي ايه؟ الصوره دي حضرتك بنتكلم فيها عن ان الهوليود سمايل. ايوه. هي ان احنا نصنع الضحكه او نصنع البسمه. تمام. بنقدر نوصلها بكذا طريقه، يا اما بالتقويم، يا اما بتركيب الفينيرز، يا اما بتركيبات الزيركون والاي ماكس زي ما قلت لحضرتك. دي اللي حضرتك كنت بتتكلم عنها. أيوة. دلوقتي. أيوة. تمام. فهي مش حاجه ستاندرد. هي كل واحد يناسبه ايه عشان نوصل لاحلى نتيجه ليه. يعني التجميل ليه علاقه قويه جدا بالاسنان. طبعا هي منظومه متكامله. ولو حد يعني لو واحده او واحد شكلهم مش حلو،
ممكن الأسنان تجمل من شكلهم؟ بصي مفيش حد يعني مش حلو ومفيش واحدة مش حلوة، عشان بس أنا أسفة مش قصدي بنقول يعني هو كل واحد جمال فينا عنده جمال برضو كل واحد فينا عنده مواطن جمال طيب. بس إزاي تظهري مواطن الجمال هي دي الفن. أيوة الأسنان ممكن تظهر الجمال ده؟ الأسنان جزء جزء مهم جدا في إظهار احنا الجمال يعني مرتبطين التجميل طبعاً. مرتبط طبعا طبعا. طب ممكن دلوقتي يعني انا بسمع كتير قوي من صديقاتي واصحابي انا عملت هوليد سمايل بمبلغ كبير جدا، طب احنا في طبقه من الناس نفسها تعمله يعني تعمل السمايل هوليد لكن مش قادره تدفع المبلغ الكبير ده واحنا البرنامج بتاعنا لكل الناس لكل الناس طبعا، فازاي حضرتك تقدر تساعد كل الناس انها تبقى شكلها حلو باقل التكاليف؟ في اساليب كتيره، في اساليب اللي انا شرحتها لحضرتك من شويه في اساليب تانية اللي هي حاجه اسمها السناب اون ممكن تيجي في صوره بعد كده اللي هي الهوليوود سمايل المتحركه اللي بتتشال وبتتركب دي بتبقى ارخص كتير وبتحقق الغرض ان احنا لو عندنا مناسبه او عندنا حاجه نقدر ان احنا نلبسها وبتأدي الغرض وشكلها جميل جدا بتبقى يعني وسعرها مش غالي. سعرها مش غالي لا. يعني لو جالك حد يا دكتور يعملها مش هيبقى غالي لا ان شاء الله مش هيبقى غالي الصحة يا حضرتك تعمل لهم تخفيض طبعا 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 لان التكاليف فعلا باهظه جدا لموضوع الاسنان ومش كل الناس بتقدر دي حقيقه فده تصريح اهو على الهوا يا دكتور دلوقتي ايوه انك تقول لنا ان الهوليد سمايل بقت للناس كلها ودكتور ايهاب صفوت يقدر ان هو يساعدنا في كده باقل التكاليف ان شاء الله. انا كنت عايز اشوف صوره السناب اون اللي بتتشال وتتحط عشان الساده المشاهدين اللي متابعينا يشوفوها معانا. في ناس بتعمل هوليد سمايل ومش بيوصلوا للابتسامه او النتيجه اللي هم عاوزينها. ايوه ده نتيجه انها تتعمل بعشوائيه مش بدراسه. انا قلت لحضرتك الفوتو سيشن ايوه والحاجه دي كلها الفوتو سيشن دي بتخش على كمبيوتر معين واحنا بندرس من خلاله انسب خطه ايوه ممكن تتعمل ايوه التصريح بالخطه مع المريض بتبقى مبدئيه اثناء الكشف أيوة. بعد كده بعد الدراسه بنديله تقرير وافي الافضل شيء ممكن نوصل له ازاي. يعني انا برضو دكتور يعني في ناس بتروح وتعمل السمايل هوليود وفي الاخر بنلاقي النتيجة، طب حضرتك تنصح الناس دي بإيه؟ اللي النتيجة بتاعتها بتطلع مش حلوة إن هي تروح للمتخصص اللي تروح يقدر يطلعها لها النتيجة المتكاملة. هقول لحضرتك في مشكلة الطبيب التقويم بينظر إن هو هيعمل التجميل ده من خلال التقويم طبيب الزراعة عايز يعمل دي من خلال الزراعة الطبيب اللي بيشتغل فينيرز وبيركب اللي هي عدسات الأسنان عايز يحلها بالطريقة بتاعته لازم تكون في منظومة عمل متكاملة في المكان ما بين مجموعة من الأطباء في جميع التخصصات عشان يقدروا يقدموا الحل من خلال منظور جميع التخصصات بعد دراسة الحالة. يعني طيب قبل السمايل هوليد لو جات لحضرتك دلوقتي مريضة عاوزة تعمل سمايل هوليد إيه الخطوة اللي حضرتك تعملها قبل ما تركب السمايل هوليد وقبل ما تغير الشكل؟ أول خطوة إيه؟ هل بتكشف على الأسنان؟ هل بتشوف لو في ضروس متخلعه نركب غيرها؟ في حاجه حشو نعمله الأول؟ في عصب يموت الأول ولا ده ملهوش علاقه؟ باخد نظره للمظهر العام تمام اشوف الشكل كله الوش بالجسم بطريقه اللبس بطبيعه الشخصيه طبعا يعني طبيعه الشخصيه بتفرق في شخصيه حاده في شخصيه مرحه زي ما حضرتك عملت لي اسناني كده وانا كنت طالبه حاجه معينه وحضرتك قلت لي لا السنان الصغيره هتناسبني وفعلا طلعت النتيجه طبيعيه جدا وحلوه الحمد جدا طب يا دكتور في فرق بين سمايل هوليود للرجاله وبين الستات ولا الاثنين زي بعض؟ يعني لو جالك راجل تحط له نفس درجة لون الست ولا الراجل مختلف عن الستات أو الولد عن البنات يعني أهم حاجة في الهوليود سمايل أنا بحبها إنها ما تبانش فيك
تبقى الدرجة بتاعتها ناتشورال. عادية. يعني ايه الميزة ان حد يمشي يقول اه ده مركب، ده عامل هوليوود سمايل؟ لا ده مش حاجة صح. حلوة. انما الاحلى يتقال ايه؟ دي اسنانها حلوة، ده اسنانه حلو. ايوه في الوان بتطلع تحس انها عاملة زي جير ولون ابيض جدا، ده فشل. ولون مش حلو، ده اسمه فشل. طبعا. فحضرتك الاول بتشوف الشكل، يعني برضو هنرجع نقول ان التجميل ليه علاقة بالاسنان طبعا، بطب الاسنان والحقيقة منظومة متكاملة. منظومة متكاملة. حضرتك ايه رأيك دلوقتي في موضوع الليزر لشد الرقبة والتجاعيد والوش؟ الليزر طفرة في طب الاسنان وفي الطب عموما. كويس. في بعض الحالات زي مثلا شد الرقبه، ايوه دي مستحيل تتعمل بالبوتوكس والفيلر والحقن والشكشكه في الرقبه دي. يعني البوتوكس ده ما ينفعش للرقبه، ده خطر جدا. خطر طبعا. احنا بنسمع اللي بيحصل ترهل اكتر. طبعا طبعا. لا الليزر دلوقتي بيبقى فيه كريمات فيها كولاجين وبيتسلط عليها ليزر امن جدا وبيجيب النتيجه دي، هو بس نتيجته مش سريعه. يعني هو بيحتاج من 8 ل 10 زيارات بين كل زياره وزياره، من يومين لثلاث ايام. يعني من 8 ل 10 عشان نوصل للنتيجه لشد الرقبه والوش. ايوه نتيجه زي البوتوكس والفيلر بس من غير شكشكه. يعني احنا دلوقتي خلاص نقدر نقول ان الليزر هيبقى بديل بعد كده للفيلر والبوتوكس. ممكن يبقى بديل بس هو لسه ما اثبتش انه يقدر يبقى بديل. بس هو بيسد في حاجات كتيره. زي حضرتك الرقبه. أيوه. الرقبه دي ما فيهاش بوتوكس وفيلر بيتعمل فيها. تمام. فهي بتحل المشكله ان الرقبه دي نقدر نعمل يعني نشد الرقبه بيها. انا بشوف ناس كتير تقول لي، اعرف ناس يعني شخصيا تقول لي ده انا عامله فيلر في رقبتي، عامله بوتوكس في رقبتي. حضرتك ما بتلاحظيش ان في ناس كتيره جدا تعمل بوتوكس فيلر في وشها وتلبس اشاره حوالين رقبتها؟ عشان ما فيش القصه دي دلوقتي، احنا حلينا المشكله دي بالليزر. ايوه تمام. نقدر نشد الرقبه كمان. تمام بطريقه امنه. شد الرقبه والوش بالليزر. ده بيحفز الكولاجين الطبيعي لل، لا مش بيحفز الكولاجين الطبيعي. احنا بنحط كريمات فيها حاجه اسمها كولاجين وهيالورونيك اسيد، ده قبل قبل ما نحط الليزر عليها. وهي بتخش تحت الجلد. تمام. بس ده برضو من اختصاص حضرتك غير طب الاسنان انت؟ هو انا درستها. يعني انا اعرف ان حضرتك ما بتحبش تحقن بوتوكس ولا على عندي منظومه متكامله من اطباء في جميع التخصصات وبتتم كده، بس في حالات ما ينفعش. ما ينفعش. لا. نقدر نقول من سن كام موضوع الليزر، جلسات الليزر؟ حسب الاحتياج، غير مرتبطه بسن. يعني ممكن حاجه و30 حاجه و40 في حالات بتبدا، يعني في حالات بتبقى لسه صغيره وتلاقي ترهلات في الوش. يعني في ناس بيبقوا بيعملوا دايت رهيب جدا وفي سن صغير فبيحصل نوع من الترهلات، فبتبقى دي حل. هي مش مرتبطه بسن. هي مرتبطه بالاحتياج، انا محتاج انا بعمل. طب برضو احنا بنتكلم برضو عن الرجاله برضو عشان ما يزعلوش مني، عشان البرنامج بتاعي كله عن الستات. ايوه لكل الناس، يعني كل الناس وكل الطبقات. فما اقدرش ان انا الرجاله برضو شد الرقبه والوش ممكن بالليزر؟ طبعا، اصل دي الكل. طب في اقبال عند حضرتك في العياده من الرجاله ولا الستات؟ لا طبعا أكتر. الستات اكتر. اكتر طبعا. دكتور احنا في هنا هي دي بقى اللي انا بتكلم عليها، هو ده الفيديو بتاع شد الرقبه بالليزر. وده ايوه هو ده. ده شد الرقبه بالليزر. بصي الخطوط دي مستحيل. اول جلسه يا دكتور ولا دي كانت الجلسه الكام؟ دي الجلسه رقم 2. تمام. والمنطقه دي وفي نتيجه الدرقيه هنا شايفه، يعني ما شاء الله وشها في نضاره. دي كانت الجلسه الثانيه او الثالثه. ودي اللي احنا بنركز عليها، هنا في الغده الدرقيه عندها. لا عامه دي منطقه دي فيها الغده الدرقيه، المنطقه دي حساسه مستحيل يتعمل فيها بوتوكس وفيلر. دي بقى اللي بتتعمل بالليزر. وهنا الليزر بنشد بيه برضو الوش مع الكريمات زي ما حضرتك شايفة كده في الصورة. دي نظارة طبعا. ده فيديو. طبعا الليزر ده بيتلبس له نظارات مخصوصة. ما ينفعش حد يتعرض للليزر. وبعد 8 جلسات الاقي وشي اتشد من الجلسه الثالثه او الرابعه بتلاقي فرق رهيب. يعني مش استنى كل ده. لا هي انا شايفه فعلا لو دي الجلسه الثانيه، لا في
يعني تأثير قوي جدا والشهر كله مشدود. وما شفتيش انت حضرتك النتيجة لما خلصت خالص بقى. لما النتيجة خلصت خالص كانت مذهلة. طب الصورة عندنا هنا او الفيديو عندنا قبل بعد ما خلصت ولا؟ لا الفيديو ده كان في الجلسة الثانية او الثالثة. طب احنا لا لازم احنا عاوزين فيديوهات ثانية يا دكتور. حاضر. عن الحالات. هي حلقة واحدة مش هتكفي ولو لا في ما انت حضرتك اكيد طبعا هتوعدنا ان هيبقى لينا معاك حلقات كتير جدا. طيب احنا حضرتك دلوقتي ممكن نسأل عن العصب. نعم. انا دلوقتي لو راح اركب هوليود سمايل لازم اموت عصب لو لا يعني في ضرس تعبني او يعني حاسة بألم، اموت العصب ولا اركب على طول؟ بصي هو مش شرط انك تشيل العصب. شيل العصب ده بيكون في الاسنان او الضروس الحساسه قوي اللي هي بتكون التسوس فيها وصل العصب، ودي بنتبعها بخلال تركيب التركيبات الزركونيا. ايوه اوكي. الفينيرز دي طبقات بتتلزق على السنان فطبعا بتشالش فيها العصب. التركيبات الكبيره اللي هي الزركونيا والايماكس دي بنشيل فيها العصب لو الضرس تعبان، انما لو الضرس سليم طبعا ما فيش داعي على طول. لا نهائي نهائي. طب دكتور برضو في يعني حضرتك قلت لي قبل كده لما كنت عندك في العياده ان مش لازم تعمل هوليود سمايل في الضروس كلها او السنان كلها، يعني لو حد ابتسامته مش بيبين سنانه كلها. احنا قلنا الفوتو سيشن بقى احنا زي حالتي انا كده، حضرتك عملت لي سته فوق سته تحت. ما هو ده يبان فوتو سيشن، انت ضحكتك بتوصل لفين؟ الباقي بيبقى اوبشن. حضرتك عندك ضمير في كده ان مش لازم نعمل كميه او احنا بنقول المينيمم، احنا بنقول على الاقل احنا المفروض نعمل كذا. الشيء الباين ده الاساسي. عندك رغبه انك تعملي كله تحت امرك مفيش مشكله. ايوه بس هتعملي لنا تخفيض بقى اكيد. مش قلنا انتبهي على القناه. برضه انا عاوزه افهم يعني ايه سمايل هوليود بالتقويم، يعني انا مش فاهماها دي. بصي الهوليود سمايل دي راسه اسنان. اه او شكل معين لراسه الاسنان. بالتقويم بنقدر نبص بتقولوها هوليود سمايل في طب الاسنان عشان احنا ماشي. فالاسنان بتترص من خلال التقويم بنفس راسه شكل الهوليود سمايل بالاسنان الطبيعيه. بس مين عنده وقت يعمل تقويم ويركب جهاز؟ طب احنا ممكن في فيديو تاني كده الاسنان برضو احنا عاوزين. ما ده اللي احنا قلنا عليه. هو هوليود سمايل بالتقويم او بالفينيرز. دي بالتقويم. ايوه والاثنين بيوصلوا لنفس النتيجه. في بعض احيانا بقى طب انا خلصت تقويم ورصيت اسناني هوليود سمايل. ايوه اوكي. بس اللون مش عاجبني. ايوه ساعتها اعمل تبييض بقى. اعمل تبييض بالليزر. يبقى وصل السنان الطبيعيه للون هوليود سمايل. دي في ايدينا برضو ان شاء الله. طيب الاسنان دي ممكن تغمق بعد قد ايه؟ يعني انا عملت دلوقتي هوليود سمايل كويس وعملتي تبييض، ازاي احافظ اكبر وقت انها ما تغمقش تاني؟ ولو غمقت اعمل ايه؟ لو غمقت زياره للدكتور لمده ربع ساعه ترجع زي ما كانت. الدكتور اللي عمل نعمل ايه بقى؟ بيتعمل يعني بيتحط مواد معينه كده بتلمع الاسنان وبتزيل كل التصبغات اللي اكتسبت من ده في حاله لو الاسنان طبيعيه. اما التركيبات نفسها التركيبات لا ما تغيرش لونها. ما يتغيرش. لما تتعمل من خامات محترمه ما تغيرش لونها ابدا. ما يتغيرش. انا اسمع ان في حاجات الماني في يعني لما كنت عند حضرتك في العياده قلت لي على كذا نوع. في انواع. طب احسن نوع ايه؟ ممكن تغششنا؟ تغشش الناس بس. الزيركون والايماكس يعني دول احسن حاجه. يعني حضرتك كده شايف. طب قول لي الهوليود سمايل الثابته ولا المتحركه اللي هي بتتشال وبتتحط احسن؟ يعني انه احسن فيهم؟ هو الاحسن طبعا الثابته، انما المتحركه دي بتوفي برضو بالغرض للي هو عنده مناسبه وعايز حاجه مش غاليه. حاجه مش غاليه يعني. تكلفه اقل كتير كمان. اقل كتير يمكن العشر. وحضرتك قلت انها هتعمل لنا تخفيض 50%. طيب ايه الحالات اللي ما ينفعش حضرتك تقول ان لا انا ما ينفعش اركب هوليود سمايل للحاله دي؟ لما تكون الاسنان مثلا متهالكه او متلخلخه بنغير الخطه. ما تبصي ما فيش حاجه اسمها ما ينفعش. كل حاجه وليها حل. وما فيش حاجه برضو مرتبطه بالسن.
يعني في أي سن نقدر نعمل وفي أي وضع نقدر نعمل. بس إيه الأنسب؟ تتحل إزاي؟ يعني في أحيانا بتبقى واحد جايب أسنانه ملخلخة ومنتهية، ساعتها بقى إحنا بنعمل زراعة للأسنان. أيوة. وبنركب عليها هوليوود سمايل. أيوة. فهي مش مرتبطة بسن ولا مرتبطة بحالة. أيوة. هي إزاي نوصل لها؟ هو ده. حضرتك رأيك إيه في الأطفال اللي تقول لك أنا عاوز أعمل هوليوود سمايل؟ طفلة أو طفل، ده بقى شغل يعني الإعلام بتاعكم بقى اللي وصلهم لكده. نتعامل معهم إزاي يعني؟ يعني أكيد جيل حضرتك حالات زي دي، بتعمل إيه؟ بقول له حاضر يا حبيبي، بس يكبر يعني شوية، شوية لما سن 16. ما هي في الأطفال الصغيرين بنقدر نعملها بالتقويم. بالتقويم. التقويم. يعني حضرتك كنت، أنا هجيب لحضرتك المرة الجاية إن شاء الله صور لحالات تقويم. تمام. عملنا بيها هوليوود سمايل للأطفال. إحنا نيجي نصور في العيادة بقى. تنوروني. لايف إن شاء الله. تنوروني إن شاء الله. طيب دروس العقل برضو بيتعمل لها هوليوود سمايل؟ يعني يعني انا عاوز افهم دروس العقل دي بنعمل فيها ايه، بنشيلها ولا دروس العقل زي ايه؟ دروس موجوده في البق، لان انا اتسالت السؤال ده يعني برضو يعني كله بيتعمل كله؟ لا حسب ما المريض عايز، اصل هوليوود سمايل دي مرتبطه بالسمايل. حد عايز يكمل بقيه الدروس لحد جوه يعني في حد بيضحك قوي في الفك كله بيبان فلازم يتعمل، في حد عنده رغبه وفي حد ما عندوش رغبه. احنا بنقول على المينيمم، اقل حاجه عشان تبقى الابتسامه حققناها. ايوه. بس ايه اكتر حاله جت لحضرتك وقلت لها لا انا مش هقدر اركب لك سمايل هوليوود، يعني ما اقدرش اعملها لك، وحد زعل قوي؟ لان كل الستات الصراحه وكل الرجاله عاوزين يعملوا الهوليوود سمايل. الحمد لله ما حصلش. ما حصلش يعني كل الكل الناس اللي بتيجي بتتبسط، الكل حلنا له مشكلته الحمد لله وبيعملوا الهوليوود سمايل الحمد لله. بصي لان دي انا احب جدا اشكر فريق العمل اللي شغال معايا في العياده، يعني كلهم متفانين ومتخصصين وبيقدروا ان هم يوصلوا معايا الحاله. ايوه. للهدف اللي هي عايزاه. حضرتك تقول ايه لكل الناس اللي عاوزه تعمل هوليوود سمايل؟ اقول لهم تحروا الدقة. ايوه. ومش اي حد يقول لك انا بعرف اعمل هوليوود سمايل يعملها لك. اوكي. لان هي ليها كرايتيريا وضوابط معينه بتعتمد على فوتو سيشن ودراسه الحاله دراسه جيده، مش رصه اسنانه بس. مش بنحط بلوكات احنا في البق. وبرده بنعمل اشعه برده قبل مش شرط برضه، مش شرط، حسب الحالة. في بعض الحالات بتحتاج لأشعات وفي بعض الحالات لا. تمام. تمام. ايوه. احنا بنلم بكل شيء عشان نبقى عارفين، لان احنا عارفين ان الموضوع ده شاغل ناس كتير جدا، وكل الناس على ما اعتقد يعني عاوزة تبقى اسنانها بيضة وناصعة جدا. خلي بالك بتدي ثقة في النفس رهيبة. ثقة في النفس. يعني اقول لك على حاجة، انا في واحدة من ال البنات اللي جم عندي العياده كانت بتتكلم كل شويه تحط ايد على بقها. يا دكتور، يا كذا. دلوقتي ماشيه بتضحك لكل الناس. طبعا. اوكي يا دكتور، احنا طبعا نتمنى ان احنا يبقى في حلقات كتيره جدا مع حضرتك، توعدنا ان انت تبقى معانا على طول ان شاء الله. وتفيد الناس، وان شاء الله لينا حلقه تاني وتالت ورابع. اعزائي المشاهدين، اتمنى ان انا اكون افدتكم النهارده مع دكتور ايهاب صفوت في هوليوود سمايل، ولينا لقاء تاني ان شاء الله مع دكتور ايهاب ان شاء الله في العياده. تقول ايه للناس؟ نقدم لكم حاجه استفدتوا منها ان شاء الله. ميرسي قوي يا دكتور. تحت امركم في اي اسئله، سواء على تليفون العياده او على الصفحه. ايوه. احنا مستعدين نجاوب على مع التخفيض الاساسي. شكرا. ميرسي قوي.